السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة في برنامج في بيتنا مدرسة مع حضراتكم الدكتورة نشوى سمير عبد الحميد، تعليم زراعي وزارة التربية والتعليم. طبعا أنا قعدت معاكم كذا حلقة في خاصة بعمليات التصنيع الغذائي، وخصوصا مجال فني تصنيع غذائي وقسم الصناعات الغذائية والعجائن. اتكلمنا عن التخصصات المختلفة أو المقررات المختلفة اللي المفروض الطالب بيدرسها في الحلقات السابقة، كل ده قلته. اتكلمت آخر حاجة كنت وصلت ليها إن احنا الطالب بياخد مقرر اسمه مقرر في حفظ وتصنيع اللحوم. حفظ وتصنيع اللحوم عالم كبير جدا، في كل حاجة بيبتدي حاجة خاصة عن اللحوم، كل حاجة خاصة عن اللحوم الطالب بيدرسها. برضو احنا قلنا ان عرفنا يعني ايه كلمة اللحوم، عرفنا القيمة الغذائية للحوم ايه. برضو احنا في الدولة ازاي بتنهض بالثروة الحيوانية عندنا علشان عندنا نحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. ازاي ان احنا ان نوع اللحمة بيتأثر بعدة عوامل، خواص اللحمة بتتأثر بعوامل كتيرة جدا، جنس الحيوان، عمر الحيوان، نوع الحيوان، التسمين والعليقة اللي بياخدها، مكان العضلة، كل دي حاجات خدناها انها ازاي هي بتأثر على خواص اللحمة. برضو احنا المرة اللي فاتت اما جينا اتكلمنا عن الذبح السليم وازاي ان احنا بنعمل عملية ذبح سليم. برضو لازم ان احنا ناخد بالنا برضو ازاي الحيوان النموذجي اللي احنا بنستخدمه بناخده علشان خاطر ان هو ما يكونش حيوان تعبان واقول ده انا هذبحه، لا، ده فيه علامات من خلال العلامات والرؤية للذبيحة عندنا او للحيوان بتعرف ان كان الحيوان ده سليم ولا لا. قلنا كمان ان لما بنيجي نعمل عملية الذبح قلنا في حاجات لابد ان احنا ناخد بالنا منها في اثناء عملية الذبح، وكلمت واكررها مرة تانية ان احنا لابد ان احنا بنسن السكينة كويس جدا وبنتوجه للقبلة ونبتدي نسمي ونقول الله اكبر، وعرفنا طريقة الذبح بعد الفقرة العنقية التانية. وبعد كده قلنا نبتدي ما نحاولش ان احنا نحط الذبيحة جنب قدام الحيوانات اللي لسه ما اتذبحتش، لان كل ده الرعب والخوف للحيوان بيأثر على خواص اللحمة. برضو اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ان اللحمة بعد ما بيجي تعمل عملية ذبح بتهدى خالص، وبعد كده بنعرف نعمل عملية السلخ، وعرفنا قبل عملية السلخ بنبتدي ننفخ الذبيحة، وشفنا كان فيلم قصير ازاي ان العامل بيبتدي ينفخ الذبيحة علشان يفصل الجلد عن اللحمة وعلشان يساعد على سرعة نزول الدم لان الهواء بيضغط على الأوعية الدموية، وازاي ان هو بيدي شكل الذبيحة الشكل المميز. وبرده قلنا كمان بعد عملية السلخ بيبتدي يبص تلاقي ان فرغ الاحشاء الداخليه، ويبتدي الطبيب البيطري يبتدي يكشف على الدوده الشريطيه، الكلام اللي هو بقى الحاجات اللي احنا ما بنقدرش نعرفها قبل عمليه الذبح. بعد كده كمان بعد الذبح خلاص وتاكدنا من كل حاجه نبتدي نعمل ختم، نختم الحيوان اللي هي اللقم اللي هي الختم اللي متكون من كذا لقمه، وعرفنا ان كل لقمه في عندك اسم العنبر واسم المجزر وتاريخ الذبح ونوع الحيوان، كل ده بيظهر في الختم اللي بيبقى مختوم على الحيوان. وخدنا انواع الاختام المعينه كتيره، وقلنا المثلث الاحمر بيعني ايه والمربع البنفسجي بيعني ايه، وكل واحد يبقى انت لما بتيجي تشوف اللحمه مختومه بختم ايه بتعرف على طول، لو لقيتها دائريه بيضاويه بنفسجيه تعرف على طول ان اللحمه دي ايه، اللحمه دي مستورده وبنكتب عليها اسم الدوله. بعد كده كمان اتكلمنا عن ان بعد عمليه الذبح عملنا ان الحيوان بيبقى فيه باللحمه ثلاث مراحل مهمه جدا. اتكلمنا على المراحل الثلاثة دي، أول مرحلة مرحلة الطزاجة، وقلنا إن فيها خواص اللحمة بتبقى مش حلوة، عشان كده كنت بنصح ست البيت إنها ما تطبخش اللحمة بعد لما إيه؟ بعد لما تذبح الحيوان مباشرة. في مرحلة اسمها مرحلة التيبس الرمي، وفي مرحلة اسمها مرحلة الإنضاج، ومرحلة الإنضاج المقصود بيها إن أنا باخد اللحمة بعد فترة انتهاء فترة التيبس الرمي وابتدي أحطها في التبريد أو التجميد علشان خاطر خواص اللحمة تكون إيه؟ بتكون كويسة وبتتحسن. النهارده هقول خواص الطزاجة دي إيه هي بتحصل إيه للحمة؟ وبعد كده هناخد
فيلم بسيط هنشوف في احد المجازر النظيفه اللي فيها ممارسات تصنيعيه جيده وممارسات صحيه جيده، هنشوف ازاي بيتم عمليه تجهيز اللحمه وازاي بياخدوا اللحمه دي ويبتدي تتوجه للاستخدامات المختلفه، سواء كانت هتبقى لحمه مفرومه او هتبقى لحمه خاصه بالبرجر، وازاي بيتم عمليه التعبئه والتغليف ليها. هنقول اول حاجه ان تغيرات ما بعد الذبح زي ما احنا خدناها كده، قلنا حاله الطازجه بعد الذبح مباشره، قلنا مرحله التيبس الرمي، وقلنا مرحله الانضاج. اخر مرحله احنا كنا وصلنا ليها اللي هي مرحله الانضاج، وقلنا انها بتتميز ان تتحسن الطراوه بمقدار 3 مرات عن اللحم الطازج، وقلنا بيحصل هدم جزئي للبروتين بتاثير الانزيمات الطبيعيه المحلله للبروتين، ودي بتحسن خواص اللحمه، وقلنا بتتحسن رائحه وطعم اللحمه، وقلنا بتتحسن قدره اللحمه على مسك الميه، وقلنا بترتخي الالياف العضليه فتصبح مستقيمه وليس بها اي عقد تقلصيه، وبالتالي تزداد قابليه الكولاجين للتحول الى جيلاتين بالغلي، وبتقل متانه الانسجه الضاره. دلوقتي عندنا فيلم لتجهيز اللحوم. شايفين احنا دلوقتي كده البقرة بتبتدي تاخد الخدم وتبتدي تتعلق زي ما انتوا شايفين كده في المجزر، ويبتدي ياخد المنشار زي ما انتوا شايفين بيقطع الدبيحة لجزئين، كل ده بيتم تحت تبريد، وتبتدي تتعلق في الخطاط ويبتدي يعمل عملية السلخ. طب وبعد كده بياخد وبيرقم وبيحط الايه العلامه الخاصه وتختم على الذبيحه زي ما انت شايف منظر، يبتدي يحط ايه يصنف اجزاء او قطعيات اللحمه. عندنا مثلا الكلاوي تتحط مع بعضها، الكبده تتحط مع بعضها، الاحشاء تتحط مع بعضها زي ما انت شايفين كده في الخطاف، هيبقى كل مجموعه مختصه بحيث انها تروح بعد كده على عمليه التقطيع وعمليات التعبئه والتغليف. بصوا هنا بياخد بالمنشار قطعيه كبيره، بياخدها قطعتين نصفين وربعين، ويبتدي كل مجموعه بتتحط مع بعضها، يعني مثلا مجموعه الكتاف مثلا تتحط مع بعضها، الارجل تتحط مع بعضها، مقاطع اللحمه المختلفه كله بيتحط مع بعضه زي ما انتم شايفين كده، شايفين؟ وده بيبتدي تحت ممارسات تصنيعيه جيده، وشايفين كل لابس جلد وكل ماسك السكاكين بتاعته، ويبتدي يعمل عمليه ايه؟ بيشفي اللحمه ويبتدي قطعها القطعيات اللي هي يبتدي يعملها زي ما انتم شايفين كده، شايف التقطيع بيتم ازاي؟ بيبتدي يصنف اللحمه. اللحمه هي زي ما انتم شايفين القطعيات المتشابهه ابتدت تدخل في مرحله وبيشوف وزنها طلع قد ايه، وتبتدي تعمل لها عمليه الفرم. زي اللحمه اتفرمت اهي بالمفرمه العاديه، وتبتدي دلوقتي تتجهز تتعبى، لو في هتتوجه الى لحمه مفرومه تبتدي او تتوجه لعمل البرجر، كله بيتعمل ويبتدي يتعبى ويتغلف بطريقه سليمه جدا بحيث ان احنا جاهز لعمليه الطبخ. طبعا اللحمه دي بتتصنف حاجات كتيره جدا، برضو في بص قطعيات مختلفه بيتم قطعها، شايفه زي ستيك كده، وتبتدي تتحط مثلا دي تبقى للشوي، في الريش تتحط مع بعضها واللحمه المفرومه مع بعضها، الحاجات هتتصنع برجر، لحوم القطع مكعبات، كل ده بيتم ايه؟ بيتم عمليه، في اللي عايز يتفرم وعايز يتعمل منه سجق برضو نفس الحكايه ده، وبرضه شوف اللي عايز قطعه زي مثلا اللي بيقول عليها كوستاليتا او يبتدي يعملوا قطعيات معينه، في الوجبات الجاهزه اهي، كل دي بيبتدي تتعمل وبتتعبى وبتتغلف تحت تفريخ، بيتعمل تحت تفريخ كل الكلام ده عشان ما يحصلش اي نوع من انواع التلوث اللي موجود في اللحوم، ويبتدي يبص تحت التفريغ ويبتدي يعمل ايه. شايفين هنا الحيوانات، الحيوانات كل ما كنت دللت الحيوان، دللته بمعنى ان انت ما اجهدتهوش او عرضته لاي نواحي عصبيه، تبتدي واكلت كويس تبص تلاقي ان خواص اللحمه اللي بيبقى ليها الحيوان ده بتبقى خواصه ممتازه، بيبتدي الحيوان بيدخل ويبقى اللحم بتاعه بيبقى ممتاز جدا، زي ما انتم شايفين كده كله فيه نظافه تامه وفي كل حاجه معموله بنظام ومعموله بطريقه صحيحه جدا، وكل حيوان بيتكشف عليه كشف بيطري. شايفين طبعا دلوقتي عمليه السلخ، بيسلخوا الجلود، الجلود دي طبعا بتاعت الابقار دي مش هتترمي، لا دي هتبتدي تتعالج وتدخل في صناعه الجيلاتين والغيره، ماده الكولاجين اللي موجوده في الجلد بتاع الحيوانات يبتدي اهو زي ما انتم شايفين بيعملوا لها عمليه سلخ يبتدي يسلخوها، او الجلد اهو ابتدى يطلع اهو ويبتدي ياخدوه، شايفين؟ وكل ده طبعا المكن مع العمال شغالين، كل شغال على قدم وساق،
وابتدى خلاص اهو ابتدى يتشال يتسلخ، وخدنا بعد كده هياخدوا بقى الجلد زي ما انت شايف كده لما بيتسلخ هيبتدي يتعالج ويتعمل زي رول. يعني ايه رول؟ المكنه يحطها، بص بيحطها هو على مكنه اهي، المكنه اهي هتبتدي تلف الايه؟ تلف الجلد اهي، هتلف الجلد زي ما انت شايف اهو، وتبتدي تدخل بقى لتجهز وتدخل لمراحل تانية اللي هي تصنع، يتصنع منها صناعة الجيلاتين وصناعة الغراء. طبعا كل ده الكلام ده اللي بيتم بطريقة سليمة جدا. احنا طبعا عارفين ان المخلفات بتاعت اللحوم احنا هنا ما بتتسابش، اللحمة الذبيحة من اول ما بتيجي تدخل المجزر لحد ما بتيجي تخرج ما فيش حاجة بتتساب من الذبيحة. مثلا عندنا الجلد، الجلد ده ليه استخدامات كتيرة جدا، ممكن ان احنا بيعملوا دباغة الجلود وبتبتدي تدخل او تتوجه في صناعة ايه، في صناعة مثلا الاحذية وصناعة الشنط وصناعة الحاجات الجلدية. برضو ممكن كمان الجلد بيوجه لاستخدامه في صناعة الجيلاتين، ودي من الصناعات الكبيرة جدا اللي بتقوم عليها صناعات تانية. الجيلاتين ده ليه استخدامات كتيرة قوي في الحلويات وفي الصناعات الغذائية، الجيلاتين فيه ليه أهمية كبيرة جدا، حتى في النواحي الطبية كمان ان احنا بنعمل منه الكبسولات وفي أفلام التصوير، الكلام ده كله بيدخل في صناعته جيلاتين، فاحنا لازم برضه دي صناعة كبيرة جدا. برضه عندنا كمان بالنسبة للعظم بتاع الايه، بتاع الحيوانات، العظم ده ما بيروحش كده هباء، لا ده احنا العظم ده ممكن ان احنا بندخله في صناعة الغيرة، وفي طرق كتيره وفي طرق يدويه ان احنا نعمل الغيره في البيت حتى بالعظم بتاع الحيوانات، الانسجه الرابطه والانسجه دي لما بتيجي نعملها عمليه غليان كل ده ونشيل الدهون ونبتدي نعمل عمليه تركيز الغيره اللي طالع ده اللي هو بنستخدمه اللي بيبقى فيه ليه قوه لصق عاليه جدا. المخلفات بتاعت اللحوم برضو عندنا زي الدم، الدم بنستخدمه في بنعمل له عمليه تجفيف وليه طريقه معينه، المجازر لما بتيجي تحط الدم بتبتدي تجمعه في تنكات وتبتدي تحط عليه اللي هو سترات الصوديوم علشان خاطر ما يحصلوش عمليه تجلط، ويبتدي يعملوا له عمليه تسخين على من 60 ل 66 درجه مئوي عشان يمنعوا تجلط الدم وتجلط ماده الفيبرجين. الكلام ده كله بيعملوه، بعد كده بيبتدي ياخدوه ويصفوه ويعملوا له عمليه طرد مركزي، وبعد كده يبتدي يدخلوه في مسحوق الدم. طب مسحوق الدم ده انا هستخدمه في ايه؟ ده ليه استخدامات كتيره جدا، ان احنا بنضيفه على العليقه بتاعت الحيوان بنسبه معينه، بنسبه معينه نسبه البروتين فيه عالي جدا، نسبه البروتين في الدم عالي جدا، بس يمكن هو البروتين بتاع الدم هو مش حيوي، يعني نسبه الاحماض الامينيه الغير اساسيه هي فيه عاليه، فتبص تلاقي ده مسحوق الدم ده صناعه من الصناعات الكبيره جدا. برضو ممكن العظم برضو زي ما احنا بنصنع منه الغيره برضو بنعمل حاجه اسمها مسحوق العظم، بتبقى فيه نسبة كالسيوم عالية جدا وبرضه بيتحط في العليقة الحيوانية وبالتالي بنستخدمها. الدهون اللي هي ما تترميش، في دهون بتستخدم الدهون الجيده ان احنا بناخدها في اضافات لبعض المنتجات، زي عندنا مثلا صناعه السجق بنحط الماده الدهنيه علشان خاطر يدي للسجق طراوه وبيدي له نكهه مميزه، وبالتالي ده بيساعد كده. في دهون بقى ايه بتوجه للصناعه، بيتعمل لها عمليه اسمها عمليه سلي، سلي يعني السلي يعني بيسيح الدهن، وطبعا احنا الطالب بياخد انواع السلي، السلي الرطب والسلي الجاف، وازاي بيتم عمليه السلي بطريقه سليمه جدا، وخطوات التصنيع ازاي. اذا الحيوان بيبنينا الالف للياء، بنستفيد منه في كل حاجه. طيب احنا بعد ما خلصنا من الموضوع الذبح وتجهيز البتاع في الحيوان، ناخد بقى اللحمه. اللحمه دي بنبتدي في حاجه اسمها صناعات قائمه على منتجات اللحوم. طب هناخد برضو انا اخترت نموذج، طبعا هو في صناعات كتيره في الكتاب، احنا المره اللي فاتت جينا اتكلمنا عن صناعه البسطرمة وخدنا فيها شريط فيديو كده بسيط كان مدته دقيقه او دقيقتين، قلنا ان البسطرمة بناخد اللحمه اللي هي معينه ونبتدي نشرطها ونبتدي نحشيها، قلنا بالملح، والملح ايه؟ الملح بيبقى فيه ماده نيتريت الصوديوم عشان خاطر يخلي لون اللحمه وردي، وان نيتريت الصوديوم بتتحط بنسبه معينه برضو في المواصفه القياسيه لا تزيد عن 250 جزء في المليون، الكلام ده من المواصفه القياسيه للبسطرمه. وعرفت انت بتحط الملح ليه في البسطرمه؟ علشان يعمل لك او اي يعمل خاصيه الاسموزيه، ان هو بيخرج معظم السوائل اللي موجوده في اللحمه، وبالتالي بيدي اللحمه الجفاف، بينزل منها الرطوبه بتاعتها.
بعد كده قلنا ان احنا بنشيل الملح عشان ما يبقاش اللحمه حادقه قوي، ونبتدي نعملها ندهنها بمخلوط يسمى الدهكه. وعرفنا ان الدهكه دي عباره عن الفلفل الارناؤوطي الاحمر ومطحون الحلبه والملح والثوم، وقلنا ان ماده الدهكه دي لما بتدهن كويس بيها اللحمه هتبص تلاقي الثوم بعد كده بنسيبها لعمليه التجفيف بتاثر على طعم اللحمه، بتخلي طعم اللحمه كويس، وبتعتبر بتحفظ اللحمه لان فيها توم وفيها حلبه، كلها دي تعتبر من المواد الحافظه. الصناعه دي احنا شفناها فيديو وكنا مستمتعين بمنظر التصنيع بتاعها. النهارده ان شاء الله هناخد برضو منتج من المنتجات اللي احنا بنصنعها من اللحوم اللي هو السجق. عندنا دلوقتي صناعه السجق، اما اجي اقول لك عرف السجق، ايه هو السجق؟ السجق يا جماعه هو المنتج المصنع من اللحوم الطازجه، يعني انت ممكن عشان تعمل سجق تستخدم لحوم طازجه او تستخدم لحوم مجمده او مجففه، بس دي مش مستخدمه عندنا في مصر قوي المجففه دي. طب بنعمل فيها ايه؟ بعد فرمها وسحقها واستحلابها مع مواد اخرى. يعني ايه سحقها واستحلابها مع مواد اخرى؟ يعني احنا بنضيف مواد اخرى اللي هي مواد التتبيل والمواد الرابطه والمواد الملقه، كل دي بنحطها في صناعه السجق. وبعد كده ثم تعبئتها في اغلفه طبيعيه، اغلفه طبيعيه اللي هي المقصود بها امعاء الحيوان، او ان احنا بنعبيها في اغلفه صناعيه غير ضاره بالصحه زي اسمها الاغلفه السيلولوزيه، والتي قد يجرى لها او لا يجرى عليها بعض عمليات الحفظ مثل المعامله الحراريه والتدخين والتجفيف. ده تعريف السجق. عندنا لما نيجي نقول الخطوات العامه لصناعه السجق، اول حاجه بنعملها بنعمل عمليه تحضير للخلطه. تحضير الخلطه ان احنا بنمسك اللحمه، عندنا ان احنا بناخد اللحمه واللحمه دي بتكون لحمه طازجه مثلا او مجمده، ونبتدي نعمل لها عمليه الفرم. بعد ما بنيجي نعمل عمليه الفرم طبعا بنبتدي نحط الماده الدهنيه على اللحمه عشان تبتدي بنحط ماده نيتريت الصوديوم عشان تدي اللون الوردي، وبنحط الملح وبنبتدي نعمل عمليه اعاده الفرم. احنا بنعمل عمليه تجهيز الخلطه، وبنحط برده معاها ميه ساقعه او مجروش مجروش ميه، بنحط حوالي يعني من 30 ل 40 كيلو لكل 100 ميه، كيلو جرام ميه لكل 100 كيلو لحمه. طبعا الميه دي هتخلي اللحمه فيها عصيريه وطراوه، والميه الساقعه بتمنع ان اللحمه يحصل لها اي تحلل او اي تغيير غير مرغوب فيه بفعل حراره الفرن. بعد كده بيعمل عمليه اسمها عمليه الاستحلاب، ان احنا بنعمل استحلاب الدهن بالبروتين، بتبقى في مكان خاص وهنشوفه في فيديو دلوقتي ازاي عمليه الاستحلاب دي بتتم في هذا النوع من المكان، وبالتالي بيبقى عندك زي ما يكون عندك عجينه سوفت خالص، دي اللي هتبتدي تعمل بيها او هتحشي بيها. تالت حاجه بتعمل الحشو وتشكيل الوصلات والربط، طبعا بتحشي الاول وبعد كده بتشكل الوصلات والربط، وبعد كده بتعمل عمليه التدخين والطهي، وبعد كده بتعمل عمليه ايه؟ الحفظ. اذا الخطوات العامه لصناعه السجق، بتعمل اول حاجه تحضير للخلطه، بتعمل عمليه استحلاب، بتعمل عمليه تشكيل وصلات وربط او قبل الاستحلاب في حشو، وبعد كده بتعمل تشكيل الوصلات والربط، وبعد كده بتعمل عمليه التدخين والطهي، وبعد كده بتعمل عمليه الايه؟ الحفظ. هنشوف مع بعض الفيديو ده كده. الفيديو ده لمصنع في صناعه السجق. زي ما انتم شايفين كده هو بياخد اللحمه ويبتدي يحط عليها الاضافات بتاعت اللحمه، ويبتدي يعمل لها عمليه ايه؟ عمليه فرم. زي ما انتم شايفين اهو، ده مكان الفرم، وبعد كده يبتدي يزود السرعه، بيدخلها في مكنه الاستحلاب. الاستحلاب بقى طبعا دي هيحط اضافاته المختلفه. بص، هيبتدي يحط الميه زي ما انا قلت لك اهو، الميه دي بتدي الطراوه وبتدي العصيريه بتاعته، وبتخليه الميه وبتحط وبتمنع برضو التاثير الضار لحراره الفرن. بيحط الاضافات المعينه من التوابل ومن الملح، وفي عندنا في مواد اسمها المواد الرابطه والمواد الملقه. ممكن الماده الرابطه دي بتعمل ايه؟ بتربط الميه تستحلب الدهن، والمواد الملقه بتمسك الميه. وبيحط بقى لو في عنده نشا اللي هي من المواد الملقه يبتدي يحطها، أو مواد دهنية. كل الخلطة اسمها تجهيز الخلطة، بيخلط ويبتدي يشغل السرعة ويعمل عملية الاستحلاب. بصوا بقى، تبص في الحلة بتاعت الاستحلاب، شفت لوب اللحمة هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى اكنها زي العجينة، شايفين؟ هي بقت عجينة. بيقفل طبعا عشان خاطر ما فيش اي حاجة تهوب ناحية اللحمة او يدخل لها اي حاجة. يبتدي يحط ايه؟ بقية الاضافات الاخرى، ويبتدي يعمل عملية برضو ايه؟
خلي بالكوا هو ما بيحطش الاضافات مره واحده، يعني بيحط الماده الحافظه الاول وبعد كده الملح ويقفل، وبعد كده يحط ايه الـ مثلا المواد الدهنيه، وبعد كده المواد الرابطه والمواد المالقه، وبعد كده يبتدي يعمل عمليه الاستحلاب ويبتدي يقف جنبها لحد لما توصل تبقى عجينه سوفت خالص. دي اسمها عمليه استحلاب، البروتين والدهن وكله بقى مع بعضه. بص يبتدي هو زي ما انت شايف اهو بيحط الماده الدهنيه، اهو الماده الدهنيه معاه، المادة الدهنية دي هتدي طراوة، هتدي عصيرية، هتدي طعم كويس، تدي طعم حلو جدا للسجق بتاعنا. كل ده بيبقى تحت رقابة وممارسات تصنيعية وممارس وشروط صحية ممتازة ويخضع للمراقبة. اه زي ما انتوا شايفين اهو، شايفين ايه غرفة التحكم، كل شوية يدخل ويحط الإضافات بتاعته. لو في فول صويا يبتدي يحط فول صويا، الاضافات المختلفه للسجق. خلاص كده دلوقتي عندك العجينه بتاعت السجق ابتدت تجهز اهي، بقت عجينه اهي. طيب هيبتدي برضو زي ما انت شايفين برضو اللحمه هنا يعمل لها عمليه فرم زي ما انت شايف بيفرمها. خلي بالك اللي فاتت ده كانت سجق الدجاج، ده بقى ممكن سجق اللحمه، يبتدي برضو يفرمها ويحط لها الاضافات المختلفه ويعمل لها عمليه الاستحلاب اي زي ما انتم شايفين اهو، يبتدي هو مكان الاستحمام مفروم اهو، يبتدي يدخلها برضو ويبتدي يحطها. بيحط التلج المجروش اهو على اللحمه علشان يمنع، واثناء عمليه الفرم والاستحلاب بيحصل ارتفاع في درجه الحراره. ارتفاع درجه الحراره دي هتخلي ايه؟ هتخلي اللحمه عندك تبوظ وتاثر على الدهون والبروتينات، تتحلل الدهون الاحماض الدهنيه والبروتينات، يعني بنحافظ على جوده اللحمه من انها يحصل لها عمليه ايه؟ يحصل لها زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو برضو هتبص تلاقي ان بيحصل بعد عملية الفرم يبتدي بقى ايه تدخل في ماكينة التعبئة. احنا دي كمان شوية كده هنشوف ماكينة التعبئة هتكون زي ايه. شايفين اللحمة المفرومة هنا؟ ايوه. طب بعد كده بتحط زي ما تكون شايفين الاغلفه، الاغلفه الطبيعيه اهو حطينا في المكنه، وهيبتدي يشغل المكنه، يبتدي يشغل المكنه اوتوماتيكلي. طبعا بيحصل ايه؟ بيحصل ان يبص يملى، بيملى الايه؟ بيملى اللحمه في السجق اهو، اهو زي ما انتم شايفين. طبعا دي بالنسبه اسمها صناعه السجق، صناعه السجق. طب انت دلوقتي بتحط بعد عمليه الاستحلاب تبتدي تحط الامعاء في المكنه اللي هو اسمه المكبس، والمكبس يبتدي على طول يعمل ايه؟ يحط اللحمه جوه هذه الاوعيه، بعد كده بيبتدي العامل يبتدي يعمل عمليه تشكيل الوصلات، ويبتدي يعمل عمليه الايه؟ الربط. بعد كده بيتعمل اكنها سلسله طويله، ويبتدي يحطها على شجره اسمها شجره التدخين لو كانت هتتدخن، وتتحط في غرفه التدخين، ويبتدي يتعمل لها المعاملات المختلفه. وبالتالي هتبص تلاقي السجق بيبقى بعد كده يتعبى ويتغلف تحت التفريخ، وده بيدي منظر او بيدي طعم للسجق جميل جدا. برضو خلي بالك ان السجق برضو مش اغلفه طبيعيه بس لا، في الهوت دوج مثلا والحاجات دي اللي هي بتتعمل في اغلفه صناعيه، الاغلفه الصناعيه اللي هي اغلفه سيلولوزيه، الاغلفه السيلولوزيه دي بتتشال اثناء الاستهلاك، يعني قبل الاستهلاك. دلوقتي عندنا في حاجه جديده هنبتدي نتكلم عليها اللي هي الطرق المختلفه لحفظ اللحوم. في عندنا كذا طريقه لحفظ اللحوم، اول طريقه اللي هي طريقه التبريد زي ما احنا شايفين، في عندك طريقه تانية اسمها طريقه التجميد، في طريقه تانية اسمها طريقه التدخين، في عندنا طريقه اسمها طريقه التعليم، في عندنا التكفيف، في عندنا الإشعاع، في عندنا اللي هو التجفيد. طيب قبل ما اتكلم على التدخين انا هتكلم كده نبذه بسيطه كده عن عمليات حفظ الاغذيه، حفظ اللحوم دي بالذات. احنا عندنا الحفظ اللحوم في وسائل كتيره جدا عمليه الحفظ. اول طريقه من طرق الحفظ في عندنا التبريد، بيبقى اللحمه المبرده العاديه وبيبقى فيه درجات حراره معينه للتبريد، وبيبقى فيه شروط التبريد الجيد. احنا لما بنيجي نحط اللحمه داخل الثلاجات اول حاجه المبردات اللي انت هتستخدمها لازم تكون نظيفه تماما، لازم تكون مفيش تذبذب في درجات الحراره، لان التذبذب في درجات الحراره ده هيؤدي سلبا على ان اللحمه اللي عندك دي هتبتدي تبقى تحصل لها عمليه فساد. التبريد ليه شروطه وليه طريقه بالحفظ، وهي تعتبر من وسيله حفظ مؤقته وليست مستديمه، لان التبريد بيعمل ايه؟ بيقلل من عوامل الفساد، مش بيوقفها، بيقللها بس.
النوع الثاني من انواع الحفظ بتاع اللحوم عندنا التجميد. عندنا التجميد، في التجميد عندنا في انواع كتيره من التجميد، في عندنا التجميد السريع وعندنا التجميد البطيء في اللحوم. طبعا احنا دائما بنفضل عمليه التجميد السريع عن التجميد البطيء. احنا بنستخدم في التجميد السريع حوالي سالب 40 درجه مئوي، في التجميد البطيء بنستخدم حوالي من سالب 10 لسالب 20 درجه مئوي. طيب عندنا بالنسبه للتجميد السريع بيبقى حلو ليه؟ لان احنا دلوقتي ما بيجي الماده الغذائيه اللحمه تتجمد، البلورات بتاعت او الرطوبه بتاعت اللحمه لما بتيجي تتجمد بتبقى على هيئه بلورات صغيره في الحجم ومنتظمه وتبقى داخل النسيج. وتبص تلاقي اللحمه تيجي تتجمد بتاخد نفس الشكل. لكن عندك في التجميد البطيء هتبص تلاقي لما تيجي تجمد اللحمه تجميد بطيء تقعد فتره طويله، تبص تلاقي بلورات التلج دي هتبتدي تبقى كبيره الحجم وبتبقى غير منتظمه وبتبقى خارج النسيج. وبالتالي لما تيجي مثلا تجمد لحمه تبص تلاقي اللحمه حجمها قد كده. طيب التجميد السريع بياخد ساعات، انما التجميد البطيء بياخد فتره طويله قوي. طيب في عندنا كمان التجميد السريع، تبص تلاقي كمية السائل المنفصل اللي احنا بنقول عليه الدريب. الدريب اللي هو السائل المنفصل بعد صهر بعد صهر اللحمة. برضو انا هقول لكم كده معلومة لست البيت كمان تبقى واخدة بالها منها. انت لما بتيجي تاخدي اللحمة ابتدي نظفيها كويس وقطعيها وحطيها في الاكياس وابتدي حطيها في الفريزر. طب لما تيجي عايزة تستهلكيها ما تسيبيهاش لحد ما تفك، او لو عايزة تخليها تفك حطيها جوه التبريد تفك جوه التلج. لان ايه؟ لان احنا عندنا في سائل بينفصل من اللحمه اسمه الدريب. السائل ده بيبقى غني بالاملاح المعدنيه، القيمه الغذائيه للحمه كلها موجوده في هذا السائل. اذا احنا كل ما حافظنا على كميه السائل ده في اللحمه يبقى بعد كده ان انا هستفيد بكل القيمه الغذائيه اللي موجوده في اللحمه. احنا عارفين ان اللحمه فيها النحاس وفيها الاملاح زي الكبريت وفي الحديد، الكلام ده كله موجود جوه اللحمه، موجود جوه الدريب. اذا الدريب او السائل المنفصل اللي بيعقب صهر اللحمه لابد ان احنا بنحافظ عليه، عشان ده بيبقى قيمته الغذائيه بالنسبه للانسان بتبقى عاليه وكويسه. برضه بالنسبه الدريب في التجميد السريع هتبص تلاقي كميته قليله. طب بالنسبه في التجميد البطيء تبص تلاقي كميته كبيره، فعشان كده الماده الغذائيه او اللحمه بتفقد قيمتها الغذائيه. عندنا التجميد السريع ملوش تاثير ميكانيكي على الانسجه، يعني البلورات بتبقى جوه النسيج ما بتهتكهاش ولا بتقطعها، عشان كده لما تيجي تاخد الماده الغذائيه تيجي تاكلها تلاقيها هي هي. لكن لما بتيجي تاخد اللحمه اللي متجمده تجميد بطيء نجد ان البلورات التلج ما كبرت وقطعت النسيج، اصبح ليها تاثير ميكانيكي على النسيج، وبالتالي لما بتيجي تاكل اللحمه تبص تلاقيها بقت ناعمه معاك وبيحصل نوع من التغيير. التجميد السريع هتبص تلاقيه اللي بيحصل ان هو الماده الغذائيه بتقعد فتره طويله وغير معرضه للفساد. التجميد البطيء قد يحدث فساد، عشان كده احنا دائما بنفضل التجميد السريع عن التجميد البطيء بالذات في حفظ اللحوم. وخلي بالك برضو ان انت لما بتيجي تجمد لحمه لابد ان انت بتعمل عمليه تغليف جيد جدا للحمه وتبتدي تحطها في تجميد صحيح. ليه؟ لان انت لو ما عملتش تغليف جيد هتبص تلاقي اللحمه دي هتصاب بحاجه اسمها حروق تجفيف. تبص تلاقي في الطبقه السطحيه حصل لها جفاف في الاماكن اللي ما فيهاش تعبئه كويسه، وتبص تلاقي لون اللحمه فيها اكنه يعني في بقع بنيه، بقع بنيه نتيجه ان ايه؟ ان حصل إيه؟ الهواء اكسد الصبغه وابتدى يحصل منظر يبقى اللحمه مش ظريف جدا، وده بيبقى اللي بقى دي اهم حاجه التعبئه والتغليف. برضه لازم تخلي بالك كويس جدا ان تفرق ما بين درجة تجميد وحفظ وتخزين بالتجميد. لما بتيجي تجمد تجميد سريع أي مادة غذائية بتبقى مثلا عند سالب 40، خلاص كده ما تقدرش تحفظ عند سالب 40 درجة مئوي، لا قصدي تخزن. ما تيجي تخزن تخزن على سالب 18 درجة مئوي، عشان ما يحصلش أي المادة الغذائية ما تبتدش تتدهور حالتها. ده من ضمن الحاجات اللي لازم تاخد بالك برضو منها. برضو لو أنت ما حصلش عملية ضبط درجة حرارة التجميد وعدم تذبذب درجات الحرارة
اثناء عمليه التجميد، يعني ما نجيبش مثلا الديب فريزر يسيح مره وبعد كده يتجمد، يسيح ويتجمد، وبالتالي هتبصي تلاقي تذبذب درجات الحراره دي هتاثر لك على المنتج بتاع الماده الغذائيه اللي هي بتاعت ايه اللحوم. يبقى انت لازم لما تيجي تبتدي تعمل عمليه تجميد للحوم لابد ان انت تراعي حاجات تاخد بالك منها عشان خاطر المنتج اللي عندك او الماده الغذائيه اللي هي اللحمه ما تصابش باي اي نوع من انواع الفساد. برضو لازم برضو نبقى عارفين واخدين بالنا جدا ان في طرق كتيره برضو اللي هي طرق التعليب. التعليب دي تعتبر وسيله حفظ مستديمه، احنا كلنا صناعه التعليب عندنا تطورت كتير في مصر، وبالتالي ابتدينا نعمل عمليه ايه؟ نبتدي نعمل عمليه ايه؟ يعني ايه كلمه تعليب؟ تعليب ان انت وضع الماده الغذائيه في علبه محكمه الغلق وتعاملها معامله حراريه في وقت معين ومده معينه، ثم التبريد الفجائي لهذا العلبه. يبقى انت دلوقتي بتحط اي منتج غذائي عندك بتحطه جوه العلبه، بعد العلبه بتعمل لها عمليه تسخين ابتدائي، بتطير اي هواء موجود فيها وتبتدي تعمل عمليه ايه؟ عمليه قفل. بعد عمليه القفل بتدخلها جوه المعقم، طبعا بتظبط التايمر بتاعك الوقت وبتظبط درجه الحراره، واحنا عارفين معظم المنتجات الغذائيه كل ليها درجه حراره تعقيم معينه وكل عارفها، واللحوم والصلصه الطماطم كل الكلام ده ليه درجات حراره تعقيم معينه بمده معينه. بعد عملية التعقيم بيبتدي بيسموها تعقيم أو تعليب، ياخدوا العلب وهي ساخنة ويبتدي يعملوا لها عملية تبريد فجائي. يعني إيه تبريد فجائي؟ يعرضوها لتبريد فجائي علشان أي ميكروبات محبة لدرجة الحرارة العالية يحصل لها عملية، يعني إنها تموت على طول، لأن أنت بتعمل شوك يعني بتعمله صدمة حرارية للميكروبات اللي بتحب درجة الحرارة العالية، وبالتالي بيحصل لها إنها بتموت وما بيبقاش في عندنا أي حاجة. بعد ما بتيجي تاخد العلبة بعد عملية التعقيم بتبتدي تخزنها فترة، والتخزين ده مهم جدا. ليه؟ انا مش بخزن لغرض التخزين، لا، انا بعمل منها تخزين ومنها بعمل عملية تشك على العلبة، تشوف العلبة حصلها عملية انتفاخ، يبقى كده في خلل في عملية الايه؟ في عملية التعقيم، وبالتالي العلبة دي هتعدم مش هتنزل في السوق. عملية التخزين ليها طريقة معينة وفي ظروف معينة للتخزين عشان نبقى عارفين ايه العلب دي، هل هي واخدة المنظر بتاعها زي ما هو ولا هل حصل فيها اي انبعاج، يبقى او اي حاجة حصلت مش مظبوطة هنبتدي نستبعد هذه العبوة. بعد خالص لما بنيجي نعمل عملية التعليب وبنبتدي نبتدي نحط بقى ايه الليبل او البطاقة اللي خاصة بوصف المنتج. وصف المنتج مثلا المادة الغذائية اللحمة، طبعا لو كانت لحمة مثلا في بلوبيف، في اللحوم اللي احنا بنشوفها دلوقتي المعلبة والمصنعة موجودة في علب، ونبتدي نكتب الإضافات اللي تم الإضافة فيها وصنع في مصر أو صنع في أي حاجة، ونبتدي نكتب تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وبنكتب ظروف التخزين المفروض تتخزن إيه. هي تعتبر طريقة من طرق حفظ اللحوم برضو. برضو من ضمن الحاجات اللي فيها برضو عملية الحفظ عملية التجفيف. طبعا تجفيف اللحوم احنا عندنا عالم واسع جدا، احنا يمكن مقلين في عملية تجفيف اللحوم. معناها التجفيف ان احنا بنخفض المحتوى الرطوبي للحمة او للمادة الغذائية للحد اللي بيمنع نمو الاحياء الدقيقة، وفي شروط معينة للتجفيف. واحنا طبعا تجفيف اللحوم دي بالذات بيبقى قليل، بس احنا زمان كانوا بيتم تجفيف السمك اللي هو نوع من السمك اسمه سمك البقلاء، ده برضو كانوا بيجففوه وكان يعتبر من اغلى انواع الاسماك، وعلشان خاطر يبتدي يشتغلوا بيه يبتدي يعملوا له عملية استرجاع بالمية، وبعد كده بيبتدي يعملوا له عملية الاستهلاك. برضو من ضمن الطرق اللي في حفظ اللحوم عندنا طريقة عملية التجفيد. التجفيد ببساطة جديدة ان انت بتعمل عملية تجميد مع تجفيف، بمعنى ان انت بتعمل عملية تجميد بتحول البلورات اللي عندك او الرطوبة اللي عندك جوه اللحمة الى بلورات تلج، تبتدي تعمل بلورات تلج. بعد كده بنعمل له عملية تجفيف، بنعمل عملية تسامي للبلورة التلج، بتتحول إلى بخار مية على طول، وبالتالي المادة الغذائية هتبص تلاقيها محتفظة بلونها وتلاقيها هشة جدا، بحيث إنها لو أنت عملت لها عملية استرجاع بالمية بتبقى ممتازة، ودي بتبقى في الفواكه جميلة جدا خصوصا في تجفيف الفراولة. الحاجات او المواد الغذائيه اللي معمول لها عمليه تجفيد بتبقى محتفظه بلونها وطعمها وبتبقى القوام بتاعها ممتاز. بس التجفيد دي تعتبر من الطرق المكلفه شويه، فعشان كده يعني قليل جدا اللي بيستخدموا طريقه الحفظ بالتجفيد بالنسبه للحوم.
برضه من ضمن طرق الحفظ عندنا طريقة الإشعاع. طبعا طريقة الإشعاع إنه بيعرضوا المادة الغذائية لإشعاع بطول موجي معين، ده يعتبر نوع من أنواع عملية التعقيم على البارد، ودي برضه يعني برضه مش متداولة قوي. إحنا عندنا اللي هو اللي إحنا متداولينه إن إحنا بنعمل عملية حفظ بعمليات مختلفة زي عملية التعليب وعملية التجميد وعملية التبريد. برضه من ضمن الطرق بعملية الحفظ، ودي مش هي وسيلة أساسية في الحفظ، اللي هي عملية التدخين. التدخين ده بيتم ان احنا بنعمل حرق للخشب، لنشارة الخشب، وبالتالي بينتج عنها نوع من انواع الخشب. طبعا في اشجار كتيرة لها انواع من الخشب، وكل نوع من انواع الخشب لكمية دخان معين، وبتتوقف جودة الدخان طبعا على نوع الخشب وعلى رطوبة الخشب، وفي عوامل كتيرة جدا بتأثر، أو مساحة سطح نشارة الخشب بتأثر على جودة الدخان اللي عندك. الدخان ده ممكن نستخدم التدخين البارد، بيبقى عادي خالص إن احنا نشارة الخشب بتبتدي تتحرق والدخان بتاعه بنعرض المادة الغذائية ليه، أو بنستخدم إن احنا بنكثف هذا الدخان ونبتدي ندوبه في المية، أو بندوبه في الزيت ونبتدي نعمل له عملية ويتحط فيه زي رش كده، نبتدي نرش بيه المادة الغذائية، أو سائل التدخين ده بنبتدي نحط المادة الغذائية، بننقع فيه المادة الغذائية في سائل التدخين، وبعد كده بعد ما بتيجي تتنقع بنشيلها ونبتدي نعرضها لعملية التجفيف. طبعا بالنسبة للتدخين ده يعتبر احنا هنا في مصر بنستخدمه قوي في عمل الاسماك، في تجفيف الاسماك اللي هو في تدخين الاسماك، زي اللي احنا في شم النسيم بنيجي ناكل الرنجه. الرنجه بتبقى ده يعتبر نوع من انواع السمك المدخن. برضو في انحاء العالم بيبتدي بيدخنوا حاجه حلوه قوي اللي هي سمك السلمون. سمك السلمون ده بيبقى نسبه اللحمه فيها حلوه، فبيبتدي يعملوا عمليه تدخين لهذا المنتج، وبالتالي بيديله الطعم المميز، وبالتالي برضو يعتبر مركبات الدخان مادة حفظ، بس لابد أن يكون في عوامل تانية مساعدة في عمليات التدخين. طب احنا دلوقتي اما نيجي نشوف كده الأساس في عملية التدخين، الأساس في عملية التدخين هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن تعريض اللحم المملح، بتعرض اللحم المملح أو السمك والمزال منه ملحه الزائد من الطبقة السطحية والمجفف جزئيا للدخان الناتج من حرق غير كامل لنشارة الخشب. يبقى احنا دلوقتي بنعمل حرق زي بنمسك بنعرض اللحمة المملحة او السمك، بس بعد كده بعد ما بنيجي نملحها بنشيل الملح الزائد منها عشان ما تأثرش على خواص المادة المدخنة، وبعد كده بنجففها تجفيف جزئي بندخلها للدخان والدخان ده او غرف التدخين بتبقى فيه نشارة خشب، بنعمل حرق غير كامل لنشارة الخشب. عندنا تدخين الاسماك، هنبتدي كده في فيلم زي ما انت شايفين كده، عندنا السمك ده اسمه سمك ايه، سمك السلمون. السمك ده بيبتدي يقطعوه يجهزوه، كان هو طبعا مصطادينه اصطادوه وجمدوه جوه المركب، وبالتالي اول حاجه بيعملوا له عمليه صهر بطيء جدا، بيعملوا له عمليه صهر بطيء جدا زي ما انت شايف كده، بيتعمل عمليه صهر بطيء للسمك. السمك عندك اهو بيبتدي ينصهر، ما بيفقدش اي حاجه من الخواص بتاعته. بياخدوا السمك ده ويبتدي يعملوا له عمليات ايه، ازاله للزعانف زي ما انتم شايفين اهو، والتقطيع بتاعه بيبتدي يعمل له عمليه تجهيز، ويبتدي يقطعها نصين زي ما انت شايف كده. بعد كده بياخد السمك ده ويبتدي يشيل السلسله الظهريه ويبتدي يتخلص منها، شايف؟ وخلي بالكوا السلسله الظهريه دي بيبقى فيها جزء من اللحمه، يحطوها في مكان، المكان ده بيعمل ايه؟ بيبتدي يشيل كل الاجزاء بتاعه اللحمه ويعملوها زي ايه؟ التونه المفرومه، وتبتدي دي يبقى ليها صناعه ثانيه عشان خاطر ايه؟ تبتدي تتعبى بطريقه معينه. بعد كده بياخدوا بقى السمك اللي هو السلمون اللي هو الشرح، يبتدي يعملوه يقطعوه يجهزوه لعمليه التدخين، بيقطعوا زي ما انت شايف كده الجلد الحوالين كده، ويبتدي يقطعوا شرايح بسمك معين بسكاكين خاصة، ها، ويبتدي اهو جهزوه جامد عشان التدخين يتم بطريقة سليمة جدا. شالوا طبعا يبتدي ياخدوا الملح اهو زي ما انتوا، والملح ده بيبقى فيه توابل وفيه اضافات معينة، يبتدي يعملوا عملية رش اهي، رش للملح عشان بنعمل عملية اسمها عملية تمليح، ده بيحسن من خواص المادة المدخنة. بعد كده بيبتدي يتخلص من الملح الزائد اهو بالميه اهو، بيبتدي يتخلص منه.
عشان خاطر الحاجه ما تبقاش مملحه. برضه بيعمل هنا بيضيفوا ساعات محلول سكري كده مع تخلي التفاح، ساعات بتتحط على الشرايح بتاعه عشان تدي ايه اللون المطلوب، يبتدي يدخل ايه يعبي. دي نشاط الخشب اللي هيحطها جوه الفرن بتاع الاحتراق اللي هو بتاع فرن التدخين. زي ما انتم شايفين فرن التدخين اهو بيبتدي يحط الايه، بيحط تحط نشاط الخشب ويبتدي يولع فيها ويبتدي تتحرق كلها. طبعا بيستخدموا انواع معينه من الخشب من النشاره، ويبتدي يطفوا الخشب ده تاني بعد ما يولع خالص، يبتدي ايه يطفوا هذا الخشب. لما بيجي يطفوا هذا الخشب بينطلق الدخان زي ما انت شايف اهو، الدخان بيدخل الى الصواني اللي محطوط فيها اللي هي الشرايح بتاعه الايه التونه السلمون. زي ما انت شايف اهو ابتدت اهو تتخلل، بتتخلل اللحمه وتبتدي تدي، حتى بتغير لونها وتخلي لونها محمري كده او مصفر شويه. طبعا بيقفلوها ويبتدي يحكموا غلقها. بعد كده بعد ما تعمل لها عمليه تدخين، يبتدي زي ما اشوف المكن ده يبتدي يطلع اللي هو ايه اي شوك موجود زياده بيتقطعه. خلي بالك دي مدخنه، دي خلاص مدخنه جاهزه. يبتدي اي حاجه تبتدي تعملها تبتدي تشوف ايه لو فيها اي حاجه عشان تبتدي تتخلص منها شوك او اي حاجه. بتاخد بعد كده السمكه اهو تبتدي تتخلص من الجلد، شايف الجلد ده، والجلد ده ليه استخداماته برضه. وتبتدي ايه بص تدخل بتدخلها جوه المكنه، شايف الجلد ابتدى، وابتدى اصبح عندها ايه الشريحه ممتازه ما فيهاش اي حاجه. الجلد ده ما بيترميش، ليه تصنيع، بيجففوه، بيعملوا مسحوق سمك وحاجات مهمه برضو. بعد كده بتدخل وتبتدي تعبيه وتبتدي تحطه زي ما هنا بيتخزن اهو. هتبتدي بعد كده في مرحله اسمها مرحله التعبئه والتغليف، زي ما انت شايف اهو بتبتدي تقطعها لشرايح معينه بسمك معين، اكنها بتقطع زي لانشون. دي كلها ايه مدخن سلمون مدخن. تبتدي توزن زي ما انت شايف، توزن الوزنيه بتاعتها وتبتدي تحطه في عبوات. انا عايزك بس تشوف طريقه التغليف ازاي. بتوزن القطعه طبعا وبتبقى عارفه هتوزن قد ايه عشان كل الوزن بيبقى موحد، وتبتدي تحطه على غلاف اهو على كرتون. الكرتون ده مغلف بالالومنيوم عشان يمنع ايه الدهون انها تتصغر. بيبتدي يحطه بص في العبوه اللي عندك اهو، تبتدي تحط العبوه وبتدخلها على مكن تعبئه وتغليف وشفط هواء. يعني هتبص تلاقي بس حطت البتاع ايه، ابتدى يحصل عمليه تفريغ فاكيوم، تشفط الهواء. لما تيجي تشفط الهواء بيحصل ايه؟ تبقى الظروف جوه ما فيهاش اي هواء، وبالتالي بيمنع اي نمو احياء دقيقه موجوده جوه العبوات اللي موجوده دي. وتبتدي بعد كده ايه تبتدي تعمل إيه؟ طبعا زي ما انتم شفتوا دلوقتي طريقه تدخين السمك بتعمل ازاي، وانها طريقه جميله جدا. وخلي بالكم ان دي الطريقه دي اسمها طريقه التدخين على البارد. في طريقه تانية من طرق التدخين، في التدخين على الساخن، وفي التدخين بالصعق الكهربي، وفي التدخين عمليه الغمر، وممكن ان انت بتعمل ان انت بترش الماده الغذائيه بعمليه بالسبراي بتاع سائل التدخين، وبعد كده بتعمل عمليه التجفيف. طريقه كتيره وعالم عالم جميل في عملية تصنيع اللحوم. تصنيع اللحوم عندنا المنتجات اللي احنا دلوقتي دخلت جمهورية مصر العربية في تصنيع اللحوم عالم كبير قوي. انت دلوقتي ممكن كربة بيت برضو انت ممكن تصنعي في البيت اي منتج مصنع، تبقي شايفاه تحت عينيكي وتبقي عارفه نوع اللحمه اللي هتعمليها والماده الدهنيه اللي هتستخدميها. ممكن تصنعي السجق، ممكن تصنعي اللانشون، ممكن تصنعي الهامبرجر، ممكن تصنعي كفتة الفراخ، ممكن تصنعي كفتة اللحمة، ممكن تصنعي كل الحاجات دي في إمكانك إن أنت تصنعيها جوه البيت، ما فيهاش أي مشكلة خالص. في بعض الإضافات إحنا بنحطها في منتجات اللحوم بالذات، ودي عشان بحسن الخواص بتاعة اللحمة. يعني مثلا عندنا لما بنيجي بنحط مثلا بنحط نيتريت الصوديوم للحمه، وقلت لكم ان الماده دي بتتحط عشان تخلي اللحمه بتاخد اللون الوردي، بالاضافه انها تعتبر ماده مضاده للاكسده. في بعض الاضافات الثانيه بتضاف للحمه اللي هي المواد اللي هي سوربات البوتاسيوم. سوربات البوتاسيوم دي ممكن انها تتحط في اللحمه عشان خاطر بتبقى مضاده للفطريات، بتمنع نمو اي نوع من انواع الفطريات، بتبقى مضاده للحمه ممكن تقعد فتره طويله من غير ما يحصل لها اي نمو فطري داخل مكونات اللحمه. برضو عندنا في عندنا مواد ممكن انها بتضاف الى اللحمه بغرض انها مضاده للاكسده، بتمنع تزنخ الدهون اللي جوه
جواها لو اتفضل لو قعدت فتره طويله، زي عندك البي اتش اي البيوتايل هيدروكسيتولوين والبي اتش دي والاي تي، دي كلها مواد بتتحط على اللحمه علشان خاطر انها بتمنع عمليه الايه التزنخ. في برضو لا سوري مش ايه بي جي اللي هي بروبايل جلات، ماده البروبايل جلات دي من الاضافات والمواد المؤكسده اللي بتتحط على الماده اللحمه اللي هي البي اتش اي والبي اتش تي والبي جي، دي ثلاث مواد بتضاف كمضادات للاكسده. ممكن قد يضاف برضو بعض المواد زي حمض الاسكوربيك اللي هو فيتامين جيم، فيتامين جيم ده بيحسن خواص اللحمه برضو وبيعتبر من المواد المضاده للاكسده. كل دي الطالب بيبتدي يعرف ايه كل نوع من انواع الاضافات دي ايه، واحنا برضو بندي للطالب الحاجات المحسنة لقوام اللحم. احنا بنقول له ايه هي المواد المحسنة لقوام اللحم، انت ما تيجي عايز تعمل مثلا همبرجر او تعمل في مجال التصنيع، الاضافات اللي بناخدها حاجة اسمها مواد معدلة للقوام، وانا بحطها ليه؟ انت دلوقتي بتحط مواد معدله للقوام عشان خاطر تعدلك القوام اللي عندك، عشان خاطر لما انت تيجي تعمل مشروع غذائي ما تكسب فيه، ما يبقاش فيه نسبه فاقد عالي. تبتدي بس يعني زي ما انت بتيجي تعمل لما بتيجي تعمل مثلا كفته من لحمه خالصه وبتحب تعمل كفته ليها اضافات وتحط عليها دقيق وتحط عليها فول صويا، هتبص تلاقي دي صغيره ودي كبيره، دي قوامها كويس دي قوامها صغير، فانت دلوقتي بتحط حاجه اسمها محسنه للقوام في صناعه منتجات اللحوم دي بالذات. ايه بقى المواد المواد المعدله للقوام؟ في عندنا ثلاث حاجات، في عندنا زي حاجه اسمها المواد الرابطه، المواد الرابطة، كلمة مواد رابطة دي عندنا زي مثلا لبن مجفف منزوع الدسم، ما عندنا شرش اللبن، الكلام ده كله اسمه مواد رابطة اللي هي من المواد المعدلة للقوام، ودي طبعا بستخدمها علشان خاطر بتعدل لكم انها بتعمل ايه، لو في بتمسك المية وبتعمل عملية استحلاب للدهن وبالتالي بتفيدني وانا بعمل خلطة اللحمة اللي عندي. برضه في مواد اللي هي المواد اسمها المواد المالئه، المواد المالئه اللي هي كل المواد اللي معظم المواد الكربوهيدراتيه او النشويه، زي مثلا لو حطيت نشا دقيق، عندك نشا ذره، كل فول بتاع ده فول صويا، كل دي مواد تعتبر مواد مالئه. المواد المالئه دي بتعمل ايه؟ بتمسك الميه وبرضه بتحسن لك القوام بتاع اللحمه وبتديه المنظر، يعني بيبقى منظره كويس. برضو في حاجات برضو مادة اسمها المثبتات، في مواد مثبتة احنا بنحطها بعض على اللحمة زي ايه؟ زي مادة الصمغ العربي، وده الصمغ العربي ده بيتم استخراجه من بعض انواع الاشجار، الصمغ العربي ده بيبتدي ياخدوه ويبتدي يحطوه على اللحمة، دي تعتبر مواد مثبتة للقوام وبتعمل استحلاب لبرضو للدهن. وعندنا برضو مادة اسمها الالجينات، والالجينات دي تعتبر من المواد اللي هي المثبتات للقوام. يبقى احنا عندنا في مواد اهي زي ما انتم شايفين، المواد دي بتضاف كلها عشان خاطر بتحسن او بتحسن من خواص اللحمه عندك. طالب برضو بيبقى عارف نسب الاضافه في كل منتج من المنتجات، كل منتج ليه طريقه اضافه او نسبه اضافه، مثلا اضافه الملح في السجق من 1 لـ 5%، مثلا مش هتيجي تضيف للسجق ملح وهتيجي للبسطرمه برضو تشوف نسبه اضافه الملح قد ايه. السجق بتحط له ماده دهنيه، لما بتيجي تعمل البسطرمه يفضل ان ما يبقاش فيه خاليه من الدهن خالص، علشان عشان دي هتقعد فتره طويله ممكن يزنخ الدهن. الطالب بيبقى عارف الكلام ده كله، عارف الحته او التكات اللي هي بتاثر لك على عمليه الطعم واللون والرائحه وعلى عمليات التصنيع الغذائي. كل ده الطالب بيدرسه في في ماده اللحوم. برضه من ضمن الحاجات ان الطالب بيعرفها ان بعد ما بيخلص عمليه اللحوم، ان هو بعد ما بيجي يحفظها ان هو ممكن اللحمه تتعرض لانواع من الفساد، اللي هو الفساد، في ايه هي انواع الفساد اللي بيعرفها؟ ازاي الفساد بيحصل؟ ونتيجه ايه؟ وايه التسممات اللي بتيجي في اللحمه؟ كل ده الطالب بياخده، يعني ايه تسمم بيوتوليني وتسمم العنقودي، وايه نوع الميكروبات اللي بتسبب او البكتيريا اللي بتسبب هذه النوع من انواع التسممات، وازاي لو الانسان كل نوع من انواع اللحوم كان ملوث يعرف ازاي ان هو مصاب بالتسمم الغذائي الخاص باللحوم. اللحوم دي لازم بتتم تصنيعها تحت شروط او ممارسات تصنيعيه ممتازه ممتازه جيده جدا، لان طبعا بالذات دي بتبقى اكتر حاجه عرضه للتلوث. فتخلي بالك برضو ان انت يعني انا الطالب كده بالمنظر ده هيكون اكتسب المهارات والمعارف الخاصه بالماده دي. يبقى احنا دلوقتي بيتخرج بعد كده عندنا طالب الدبلوم،
طالب بيبقى عنده كم معرفي ممتاز، بعد كده اما بيجي يلتحق بالجامعة او يلتحق بعمل الجامعة بيبتدي هتبص تلاقيه عنده كم معارف كويس جدا، خصوصا لما بيجي يدرس المواد بتاعة التصنيع الغذائي يحس ان هو فعلا خد في المدرسة الحاجات الأساسية اللي هي هيتبني عليها بعد كده البناء السليم. برضه خد مهارات معينة انها تؤهله لسوق العمل، لما بيجي يدخل عند الطالب وبيروح اي مصنع للعصاير والشربات او مصانع الالبان تبص تلاقيه عنده فكرة جميلة جدا عن التصنيع، ويبقى سعيد جدا لما بيشوف النواحي الفنية دي، وبيبقى عارف من جواه ان ده ليه ودي اتحطت ليه ودي اتعملت ليه، فبيبقى من جواه حاسس ان هو عمل حاجة. دراسة التعليم الفني الزراعي ده دراسة جميلة جدا وشيقة شيقة جدا في كل المجالات، مش تصنيع غذائي فقط، لا ده في عندنا الحاصلات البستانية اللي في المدرسة، برضو زراعة الأسطح عندنا في المدرسة داخلين بيها مشاريع جودة، زراعة الأسطح حاجة ممتازة، زراعة عش الغراب، إزاي الطالب يعمل مشاريع صغيرة من حاجات بسيطة، يعني مشروع عش الغراب ده مشروع بسيط جدا ممكن إيه هو يعمله في بيته، عنده غرفة كده فيها نسبة رطوبة ولا حاجة، يتبص يجي يعرف ازاي يتعامل مع عش الغراب وازاي النظافة بتاعته وازاي يطلع انتاج، والطلبة عندنا اتعلموا الحاجات دي وعملوها بايديهم، عملوها بايديهم وطلعوا منتجات ممتازة، بيحس الطالب ان هو عمل مشروع خاص لنفسه. عندنا برضو الاقسام الكتيره في عندنا برضو قسم الانتاج الحيواني بيعرف ازاي بيربي الدواجن وازاي يعرف يربي المواشي وازاي يعني علامات عرض اي مرض، ازاي العلف يبتدي ايه الاضافات اللي بتتحط على العلف والعليقه بتاعت الحيوان، برضو دي حاجه من ضمن الاقسام الجميله جدا في عندنا في التعليم الزراعي. في عندنا طبعا الميكنه واستصلاح الاراضي، برضو دي من ضمن الاقسام الممتازه بتبقى حلوه جدا. برضو من ضمن الحاجات اللي تحضرني دلوقتي مشروع اللي هي عسل النحل، بيبقى في عندنا خلايا للنحل، يبتدي ازاي يعمل عمليه الفرز وازاي يطلع النحل من يطلع العسل من النحل، وبيبقى جميله جدا وبيبقى بيشارك المعلم في هذه المهاره. أتمنى من حضراتكم أن أنتوا تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة، وأن أنتوا عرفتوا المجال بتاع التعليم الزراعي وخصوصا التصنيع الغذائي، وإن شاء الله يكون التعليم الفني يعني عرفتوا رؤية ليه جديدة في تطور جديد ليه، على أمل اللقاء بكم تاني، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.